وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبارك يا سيدنا رسول الله يوم الجمعه. وبارك يوم الجمعه يا حبيبنا يا حبيب الله. نظرك علينا يا رسول الله ومددك علينا يا رسول الله. عونك يا الله يا معين العاجزين يا خير الناصرين. عنا نحن عبيدك العاجزين الضعفاء الخطائين المزنين العاصين. أنت ربنا الله العظيم القادر المقتدر الغفور الرحيم. اغفر لنا وتب علينا وشفع فينا سيدنا محمد تقبل شفاعة فينا يا أرحم الراحمين. الحمد لله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل من قائل: قد أفلح المتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. حث الله عز وجل العباد على تقواه وعلى مخافته. فعش ما شئت فإنك ميت، ملك الموت حائم فوق الرؤوس، في أي لحظة يدركنا ملك الموت لا أحد يعلم. فإذا أدركه وأنت في طريق الإيمان جعلك الله عز وجل في أعلى العليين. وأن أدرك وأنت في منهية أو في خطيئة أو في كفر فكان لك كل ما وعد الله عز وجل من دركات جهنم أعاذنا الله. وأحبب ما شئت، أحبب من شئت فإنك مفارق. لو أحببت الدنيا كلها وأحببت أهلك وأولادك وزوجتك وآباءك وأمهاتك وعيالك فإنك مفارقهم. يأتي يوم ولحظة تفارق فيهم الأحباب ويفارقوك فيه حتى لا يستطيعوا أن يتحملوك ولو لحظة. بسرعة يغسلوك ويكفنوك، يصلوا عليك ويدفنوك ليخلصوا من جيفتك ومن ذاك الجسم الميت الذي يجثو بينهم. فيا أيها الناس دائما كونوا مع الله، كونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا مع آل بيت النبي صحابة رسول، كونوا مع أولياء الله عز وجل حيث جعل الله عز وجل ذاك العباد الذي هم مختارون عند الله عز وجل، جعلهم الله عز وجل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلموا أن أفضل الكلام كلام الله، وأن أفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكلام القرآن الكريم، وأفضل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سبحانه وتعالى جعل كل إنسان، وألزمنا كل إنسان طائره في عنقه، إما تكون من أهل السعداء وإما تكون من أهل الشقاوة. زن أعمالك قبل أن توزن، وزن أحوالك قبل أن يزنوك. فإن كنت صاحب تقوى وصاحب مخافة من الله وصاحب عمل صالح فاستبشر بالخير، حيث يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل كلمات الله عز وجل. وكيف نشير على مخافة الله أنها دخلت قلوبنا، وكيف نرى أن فينا تقوى لله عز وجل. كل ذلك يعتمد على من تذكره وعلى من تذكره في 24 ساعة في كل لحظة وحين. من هو في قلبك؟ من هو في عقلك؟ من هو في حواسك؟ من هو في ظاهرك؟ من هو في باطنك؟ وجل من قائل: وهو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو كل شيء عليم. ولذا يقول الله عز وجل: يا عبدي يا عبد اذكرني أذكرك، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ففضل الذكر على سائر الأعمال، فضل الذكر على سائر الأعمال. أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل، وأفضل ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم وفقك الله، وفقنا الله تعالى للذكر، وجعلنا من أهل التدبر والتفكر. إن الذكر ترداد اسم المذكور على القلب واللسان، وهو أمر لازم وفرض دائم على كل خلق من خلق الله وعلى كل عبد من عباد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ترى الطيور والدواب والجماد يذكرون الله ويسبحونه، إلا بني آدم يشتمون الله ويشتمون النبي ويشتمون بعضهم بعضا. قال الله تعالى في محكم كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يوجد طمأنينة في القلب إلا بذكر الله، لا يوجد بركة في الرزق إلا بذكر الله، لا يوجد توفيق مع العبد إلا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحوا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل سيف العبد وحسن الذاكرين ومنشور الولاية، فمن وفق في الذكر فقد أعطي منشور الولاية، ومن ترك ذكر الله عز وجل عزل عنها. ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، ومعيار الوصلة والوصال، ودلالة ضياء النهاية، وأقرب الطرق للوصول، وأفضل الأعمال القبول. وليس وراء الذكر شيء من الفضائل وجميع الخصال الحميدة، راجعة إلى المذكور. وأنشأها الذكر والآيات والأخبار التي في فضيلة الذكر كثيرة لا تحصى ولا تعد. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة، مع أن الصلاة من أهم الأعمال، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعدك عن معصية الله وتجعلك في طاعة الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. عند الله عز وجل ذكر الله عز وجل حتى أكبر من الصلاة، فهو الله الأكبر الأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وكفى لنا شرفا أن ثواب ذكر الله تعالى لذاكره، حيث يقول: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. إذا ذكرنا الله عز وجل في ملأ ذكرنا في ملأ أحسن من ملأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك في ملأ أحسن من ملأ، وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في الحديث القدسي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين، وأول خلق الله، وخاتم رسل الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، باق أبدا دائم، بيده الخير عليه المصير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا محمدا عبده وحبيبه رسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، ما نفع عبد إلا ذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نفع عبد إلا ذكر الله وتسبيحه والتقرب إلى الله ورسوله بالتقوى ومخافة الله. وما نفع عبد إلا محبة الله ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبهم تطمئن القلوب، وبهم السكينة، وبهم كل شيء ترغب فيه وتطلب من الله عز وجل يحصل لديك بتسبيح الله وذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله، حيث جل من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. شو يعطيكم؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إلى البركات، إلى نور الله، إلى نور الإيمان، إلى نور السعادة، إلى جنة خلد دائمة إلى أبد الأبد، خالدة بخلود الله عز وجل. وهو القائل جل من قائل عليمة:
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وآمنوا النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليهم فإن صلواتك سكن لهم، فالسكن والطمأنينة والطمأنينة والسكن ينزل في القلوب بالصلاة والسلام على رسول الله، لأنه كل صلاة وسلام منك على النبي صلى الله عليه وسلم قام لك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليك، وصلاة وسلام من رسول الله عليك تنزل لك الطمأنينة من الله عز وجل، تنزل السكينة على قلبك وتجعل قلبك بركة مطمئنا مباركا مجاب الدعاء من أولياء الله عز وجل. والله عز وجل بتسبيحه وذكره وبالصلاة على النبي يوهبك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمنون الحاضرون، لنطق الله عز وجل ونداوم على التسبيح والذكر على الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه المنجين لنا عند الله عز وجل في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. جل من قائل: تعظيما وتفخيما وتشريفا لأمر حبيبه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما، فبدأ بنفسه وأمرنا وأمر الملائكة والعباد كلهم أجمعين حيث عند الله كلهم مؤمنين، فبدأ بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة في قدسه فقال: ولم يزل قائلا عليما أزلا أبدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادات موالينا الكرام ومرائنا ومرائي المؤمنين خلفاء رسول الله بعده ووزراء في عهده سيدنا مولانا وحبيبنا سيدنا أبي بكر الصديق خليفة رسول الله على التحقيق، سيدنا مولانا أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب خليفة رسول الله على التحقيق، سيدنا مولانا أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان خليفة رسول الله على التحقيق، سيدنا مولانا وأميرنا أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب خليفة رسول الله على التحقيق، رضوان الله عليهم أجمعين ذو القدر الجليل. أرض اللهم عن ريحانتي سيدي شباب أهل الجنة، عن سبت أرض اللهم عن سبت سيد العالمين سيد محمد الحسن، أرض اللهم عن سبت سيد العالمين سيد أبي عبد الله الحسين، وعن رفقائها لشهداء كربلاء أرحم الراحمين. أرض اللهم عن أميمة سيدة فاطمة الزهراء بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرض اللهم عن جدتهما سيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرض اللهم عن الصديقة بنت الصديق سيدنا مولاتنا وسيدتنا ومولاتنا وحبيبتنا سيدنا عائشة بنت أبو بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وارض اللهم عن سائر زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أولاد النبي وبنات النبي وأحفاد النبي ذرية النبي يوم الدين، وارض اللهم عن والدي رسول الله، وارض اللهم عن عمي رسول الله سيدنا الحمزة وسيدنا العباس، وارض اللهم عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن ذرية سيدنا محمد يوم الدين، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أئمة الهدى ومصابيح الدنيا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الورثة المحمديين وعن الأولياء الصالحين، وارض اللهم عن سادات النقشبنديين، وارض اللهم عن حضرة أستاذنا شيخنا شيخ عبد الله الداسر الناظر الحقاني مشايخنا والتوية النقشبندية العليم، وارض اللهم عن سيدنا ويس القائل، وارض اللهم عن صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي الغوائي الخلفاء، وارض اللهم عن جميع أوليائك وسائر ساداتنا أهل الطرق الصوفية وجميع أولياء الله عز وجل وأهل الديوان وسؤلاء حضرة الله عز وجل، وارض اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الدين، اللهم أعز كلمة الدين، اللهم أيد هذا الدين بإظهار خليفة صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، اللهم شرفنا بعصره بخدمته ومرافقة صحبته واجعلنا من أنصاره يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحجاج والزوار المعتمرين وجميع المسافرين والغزاة المجاهدين في سبيلك في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والغلاء والكرب والهم والحزن والزلازل والفتن والحروب عن أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر موتى أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم موتى أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ولأمة سيدنا محمد وعامتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا وواطننا بنور جمال وجهك الكريم. اللهم نور قلوبنا وواطننا بنور جمال وجه رسول الله الكريم. اللهم نور قلوبنا بنور أوليائك وأهل بيت النبي صحابة رسول الله مشاهدنا وتائرنا وشبندية ومسادنا ونشبندية وسائر سادان وأولياء الله عز وجل الديوان رسول الله أثناء سرقه وصاحب الزمن. اللهم نور قلوبنا الإسلام والإيمان والإحسان والشريعة المحمدية ونور قلوبنا يا رب بالهداية والتوبة النصوحة ونور قلوب سلطان الذكر بذكرك ونور قلوبنا بسر القرآن العظيم والقرآن العظيم ونور قلوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بذكر الله والصلاة على النبي يدخل في قلوبنا ألطافنا الخمسة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الجمعة والجماعة. اللهم نور قلوبنا بنور يوم الجمعة يا أرحم الراحمين، وارحمنا بسيدنا محمد من أرسلت رحمة العالمين، تغمدنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلاة تنجينا بها المسلمين الجميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا من جميع السيئات، ترفعنا بها على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.